تعال شوف المسألة. هنعمل ايه يا اياد في المسألة دي؟ هنحول الكسر للعدد 10 تقصد؟ يبقى هو عايز يحول الكسور اللي عنده ده كسور عاديه لكسور عشريه، ليه؟ لانه بيقول لي انا بقوم على طول ضارب في 10 و100 و1000 واتخلص من العلامه الايه؟ العشريه، زي ما عملنا هنا. نقول له تعالى حول. يقابله الكسر ده عدد صحيح ما فيش مشكله منه. التلتين ده يعرف تعرف تحوله للصوره العشريه؟ التلت بيساوي ايه؟ تلت لما تيجي تعمله حتى على الاله الحاسبه تقسم واحد على ثلاثه على الاله الحاسبه تطلع لك علامه عشريه كده تلاتات 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 شغاله ما بتنتهيش. تطلع في الاعداد يسميها لك ايه؟ ثلاثه ايه؟ من 10 دوري او دائري يعني شغال. شفت الدائره بتقعد تلف حواليها كده؟ حلو؟ هي شغال. النقطه اللي تبدا من عندها في الدائره ترجع لها تاني هي برضه. لما بتيجي تقسم واحد على ثلاثه عمال ترجع لها ايه تاني؟ ثلاثه 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 شغال على طول. ما بتنتهيش حتى الآلة الحاسبة بتقفل تلاتات وما بتنتهيش برضه. يبقى دي بيسموها اسمها غير منتهية. يبقى ينفع أحول أنا بقى التلتين؟ طب التلتين هتبقى عاملة إزاي؟ على الآلة الحاسبة بتساوي تقريبا طبعا شغالة كده ستات 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 وآخر حاجة ممكن بقى سبعة. ليه؟ لأن كهرباء الستة اللي قبلها زودت الإيه؟ الستة دي بقى خلتها إيه؟ سبعة. لكن هي اصلا ستات شغاله على طول ما بتنتهيش. برضه اسمها غير ايه؟ منتهي. يبقى اعرف احولها؟ لا. يبقى الحل بقى ان انا اتعامل معاها بالكسور الايه؟ العاديه. طب هي اصلا هنا كسور عاديه بس ده عدد ايه؟ اخليها انا ازاي بقى؟ ارفع ايه؟ حنوره؟ اخليها سبعة على واحد. يبقى انا احول العدد الصحيح ده لكسر. اخليه سبعة على ما احنا اتفقنا اي عدد صحيح عايز تخليه في الصوره الكسريه تقوم ايه؟ شايل الشرط الكسري تحته وعامل مقامه ايه؟ واحد. يبقى سبعة على واحد هي هي سبعة. لكن ما حدش يعملها لي سبعة. محدش يقوم حاطط ايه الشرطه فوقها وعامل واحد فوق. يبقى خلاها سبعة غلط. لكن سبعة على واحد بتساوي سبعة ايه؟ صحيح. يبقى كده ما غيرش حاجة. طب وبعدين؟ هعمل ايه؟ قول يا حنور. احنا اتفقنا بقى طالما في اعداد صحيحه عندي لازم ايه؟ عشان تبقى كلها كسر لا كسر لا ايه؟ لا ففي اعداد صحيحه ولا مفيش؟ في يبقى اروح ارفعها اقوم قايل بقى يساوي الى تحت ده ينزل زي ما هو سبعة على ايه؟ على واحد. ده ارفعه بقى يبقى يديني كسر ولا مش هيديني كسر؟ الى ده ارفعه هيديني كسر ولا مش هيديني كسر؟ زي ما اتفقنا رفع العدد الصحيح في البسط لازم يديني كسر. ليه؟ لان انا اصلا بخلص من عدد صحيح برفعه في الايه؟ في البسط. يبقى الناتج هيبقى بسط على ايه؟ على مقام، مفيش عدد ايه؟ صحيح. فعشان كده على طول بشيل شرط ايه؟ كاسر. مقامها كام؟ نفس المقام اللي عنده، هنا مقامها كام؟ نرفع بقى العدد الصحيح. ها؟ قول يا رميساء. خلي بالك. بتنزل كده تضرب ترجع ايه؟ تطلع ايه؟ تجري. نازل ضارب طالع ايه؟ نازل ضارب طالع كام؟ نازل ضارب طالع كام؟ واحد في ثلاثة؟ ثلاثة بقى زي اثنين؟ تعالى هنا. اثنين في اثنين؟ أربعة. أربعة زائد واحد؟ خمسة. زي الفل يا أستاذ، بقت هنا كسر إلى كسر إلى كسر. أنا بقى مش عايزها كسر إلى كسر إلى كسر، ده أنا عايز عدد صحيح إلى عدد صحيح إلى عدد إيه؟ صحيح. يبقى إيه العمل يا أستاذ؟ قال لي يا أستاذ تعالى أما أقول لك على حاجة حلوة. ركز معايا. لو أنا عندي الكسر 5 على 3 ده عايز أخليه يطلع لي عدد صحيح. أضربه في كام؟ أو أقسمه على كام؟ أو أجمعه على كام؟ أو أطرحه من كام؟ عشان في النهاية يطلع لي العدد الصحيح. قال لي بص لو أنت ضربته بس ركز كده في المقام بتاعه. ضربته إيه؟ المقام بتاعه كام؟ تمام. إيه اللي هيحصل؟ مش أنت لما تيجي تبصر في الثلاثة اللي هي أطلع مع الثلاثة دي؟ هيفضل لك هنا إيه؟ خمسة. طب لما أقول لك سبعة على تسعة
ضربتها في المقام 9 ايه اللي هيحصل؟ 9 طبعا 9 فضل ايه؟ 7 يبقى طلع لك اعداد صح ولا لا؟ يبقى الكسر لو خدته ضربته في المقام بتاعه الكسر لو ضربته في المقام بتاعه الناتج يطلع لك عدد ايه؟ 9 حلو يبقى الكسر ده اهو لو ضربته في المقام اللي هو 3 الثلاثة هتروح مع الثلاثة تفضل لمين؟ 5 والكسر ده اهو لو ضربته في كام؟ في 2 المقام بتاعه الاثنين هتروح مع الاثنين تفضل مين؟ 5 طب والكسر ده؟ 1 في 4 هتضرب في 1 ما اصلا هي 7 لها فيها ايه؟ 7 يبقى ده عدد صح اصلا يبقى انا دلوقتي لو ضربت ده في 3 هخلص من الكسر ولا مش هخلص؟ ولو ضربت ده في 2 هخلص ولا مش هخلص؟ يبقى اعمل ايه بقى؟ عمار اضرب الواحد في واحد هتبقى لي 7 صحيح واضرب الثلاثة في 3 هتبقى لي 5 لا ما فين الثلاثة في 3 دي؟ هتضرب 5 على 3 5 على 3 وقلنا هنا ضرب في واحد مش هتفرق بقى لأن خلاص 7 على 1 معروف إن هي إيه؟ في 7 واحد زميلك بيقول هيضرب ده في 3 وهيضرب ده في إيه؟ في 2 ساعتها الثلاثة هتروح مع الثلاثة تفضل لي هنا إيه؟ 5 والاثنين هتروح مع الاثنين تفضل لي هنا إيه؟ 5 إيه رأيكم في الكلام ده؟ غلط غلط ليه فارس؟ فارس بيقول اهو احسن سافون فاهم ان انت بتعمله غلط 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 ليه؟ لان احنا اتفقنا عشان قيمه النسبه ما تتغيرش لازم نضرب حدود النسبه كلها في نفس الايه؟ عدد انت هتضرب ده في 3 وتضرب ده في 2 هتتخلص من المقامات بس جبت نسبه جديده ما بتساويش النسبه القديمه يبقى انت اشتغلت على النسبه الجديده خالص يبقى لما اتبسط يبقى انت اتبسط نسبه ثانيه غير اللي كانت عندك يبقى انت هتطلع ناتج نسبه ثانيه مش اللي موجود يبقى حالك صح غلط يبقى انت خلصت من القصور بس جبت نسبه جديده ما بتساويش النسبه الايه؟ قريب ليه؟ لان انت ضربت في عددين مختلفين واحنا اتفقنا عشان قيمه النسبه ما تتغيرش اضرب حدود النسبه في نفس الايه؟ العدد. طب والحل؟ ما هو اللي بيخليني اتخلص ان انا اضرب في ايه؟ في المقام. الحل؟ ما ينفعش العمل اللي احنا عملناه. طب ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم؟ اتفضل يا محمد هشام. الله سقفوني. انا كنت لسه رايح اوضحها يا محمد عشان لا اطفي. انا كنت لسه اقول لك لو المقام هنا 3 وهنا 3 برضه مش كنا ضربنا هنا في 3 وهنا في 3 وضربنا ده برضه في 3 وهتبقى 7 في 3 ب 21 وال 3 هتطير وال 3 دي هتطير يبقى لو المقامات متساويه كنا ضربنا كله في 3 ايه وارتحنا صح؟ طب ما ايه المشكله بقى ان احنا زي ما محمد هشام قال اوحد المقامات يبقى لو المقامات متوحده هضرب في المقام اللي عندي واغير المقامات كلها، صح ولا مش صح؟ يبقى لو المقام هنا مثلا 6 وهنا 6 وهنا 6. هضرب كله في ايه؟ يطير المقامات كلها ولا ما تطيرش؟ لو المقام هنا 10 وهنا 10 وهنا 10 وانت ضارب كله في 10، هتطير المقامات ولا لا؟ لو المقام هنا 20 وهنا 20 وهنا 20 وضربت في 20، المقامات هتطير ولا مش هتطير؟ هتطير. يبقى معنى كده لو انا بقى وحدت المقامات اللي عندي اقدر اتخلص منها بسهوله ولا ما اقدرش؟ يبقى انا هروح اوحد الايه؟ عشان يا صفوة اوحد المقامات بعمل ايه؟ على طول توحيد المقامات معناه ان انا بجيب اصول جديده بس اصول عالي بتساوي الاصول القديمه يبقى الكسر ده اهو بيساوي ده والكسر ده اهو بيساوي اللي فوق والكسر ده بيساوي اللي فوق يبقى انا كده هغير قيمه النسبه لا يبقى انا هشيل القصور دي واحط قصور بتساويها برضه في القيمه معايا بس بشرط ان القصور الجديده ده تبقى مقاماتها ايه؟ متساويه تبقى مقاماتها ايه؟ متساوية حلو لما كان بيبقى عندي مثلا كسر 6 على 8 وعايز اجيب كسر بتساويه كنت اعمل ايه عشان اجيب كسر بتساوي الكسر ده؟ ذكرى احسنت يا هضرب بسط المقام في نفس العدد او اقسم بسط المقام على نفس العدد لكن اجمع واطرح لا يبقى اللي يجيب لي نسبه بتساوي نسبه
او كسر بيساوي كسر، الضرب والايه؟ في نفس الايه؟ العدد. تعال نشوف هنا الاول. الاول انا عايز اوحد مين؟ اشوف المقام اللي انا اوحد بين المقامات اللي عندي دي. احنا خلاص اتفقنا توحيد مقامات الكسور الجديده هتساوي كسور الايه؟ بس مقاماتها كلها تكون ايه؟ متساويه. يبقى لازم انا اشوف الاول المقام اللي اوحد بيه. قال لك المقام اللي انت هتوحد بيه لازم أن يكون عدد يا عمر. عدد ماله؟ اي عدد السلام؟ قال لك لا، لازم أن يكون عدد بيقبل الاسم على المقامات اللي عنده. لازم أن يكون ايه؟ عدد بيقبل الاسم على المقامات اللي عنده. يبقى ينفع يكون عدد اصغر من اي مقام موجود؟ هو الصغير هيبقى الاسم على الاكبر منه؟ يبقى واحد يروح يجيب لي الاثنين ويوحد بيه. ده الاثنين اصغر من ثلاثه، هتقبل الاسم عليها اصلا؟ لا. امال مين العدد اللي ممكن يقبل الاسم على المقامات الواحد والثلاثه والاثنين دول؟ في ناس لقطتها. يوسف الستة، برافو عليك. الستة يا استاذ ايه؟ هوحد بالستة. ست ست ليه؟ لأن الستة تقبل الاسم على الثلاثة وعلى الاثنين، والستة تقبل الاسم على ايه؟ على الاثنين، وطبعا تقبل الاسم على الواحد. طب واحد واحد قال لي 12 صح؟ بس أيهما أبسط، الستة ولا ال 12؟ الستة. يبقى أنا بختار أبسط حاجة بس تكون بتقبل الإيه؟ مش هروح أختارها على مقام صغير، لا. هنا جايب عدد يقبل الاسم على المقامات بس يكون ايه؟ ابسط ما يمكن. لكن لو خدت 12 صح برضه. خدت 12 ايه؟ خدت 24 صح برضه؟ خدت 18 برضه ايه؟ صح. معايا؟ جميل يا استاذ. انا بقى مش عارف، انا مش عارف زمايلي وصلوا للسكه ده ازاي. مش عارف زمايلي وصلوا للمقامات، المقامات اللي تقبل الاسم على المقامات اللي عندي دي ازاي؟ او المقام اللي يقبل اسم على المقامات اللي عندي ازاي؟ مش عارف اعمل ايه. ها لو انت رحت في مكان بتسال على مكان كده في شارع وقابلك واحد صغير وواحد كبير، هتسال مين فيهم على المكان؟ الكبير صح. اهو انا هنا بسال المقام الكبير. هنا اللي هيوصلني للمقام اللي هوحد بيه مين؟ المقام الكبير. طبعا عندك طرق كتير، لكن انا هقول لك الطريقه دي اللي تنفع مع جميع المسائل، مع جميع الايه؟ المسائل. وبعد كده نبدا بقى ناخد حاجات خاصه كده بتجيبها لك سريعه كده مع بعض المسائل، مع بعض الايه؟ الطريقه اللي هتنفع مع جميع المسائل ان انا اروح عيني على الكبير، عيني ايه؟ هو ده اللي انا هساله. هو ده اللي انا ايه؟ هساله. تعالى مين المقام الكبير؟ ثلاثة. انا ينفع بقى اقول له كده، ينفع واحد بين واحد بيك المقامات ولا ما ينفعش؟ قول لي استنى، لو انا قابلت الاسم على المقامات اللي موجوده واحد بيا وانت مطمن، يبقى المقام الكبير لو قابل الاسم على المقامات اللي موجوده واحد بيا وانت ايه؟ مطمن. طب التلاته يبقى لسه على اثنين؟ لا. يبقى مش عارف واحد بيا. اقول له ماشي، خد بعضك ماشي. اقول له تعالى استنى، انت اللي هتوصلني برضه لمين؟ للمقام اللي واحد ايه؟ بيا. اخده واضربه. اخده ايه؟ اضربه. بس ما تروحش تضرب الراجل الكبير ده، المقام. معايا؟ يبقى انا هنا ايه؟ هاخد المقام هو اللي هيوصلني، اخده ايه؟ واضربه، اضعفه يعني. انا مش بضربه عشان اهينه، انا بضربه عشان اكبره، عشان ايه؟ اكبره، خلاص كده؟ زي ما بالظبط لما اجي اضربك عشان تجيب درجه كويسه. عايزك ايه؟ تكبر. اهو انا هنا المقام ده هاخده اضربه عشان اضعفه. يعني خليها اكبر شويه عشان ممكن يقبل الاسم على الايه؟ على المقامات. فاضربه في كام؟ في اثنين. بكام؟ في الستة اللي طلعت دي تقبل الاسم ولا ما تقبلش؟ يبقى واحد بي. يبقى واحد ايه؟ وصلت؟ يبقى المقام الكبير هو اللي وصلني ولا ما وصلنيش؟ لكن في ناس لاحظتها من الاول ان هي الستة، اقول لها لا خلاص اكتب الستة ويوحد. في حد عنده مشكلة في ان هو يوصل للمقام اللي هيوحد بيه؟ حلو. تعالى بقى احنا وصلنا للمقام، عايزين بقى الايه؟ الباص. واحد يقول لي يا استاذ خلاص انا هحط الباص زي ايه؟ ينفع؟ اقول له استنى، لما كنا في المساله دي وقمت انت سيادتك ضارب المقام ده في اثنين، 8 في 2 بكام؟ ب 16. ينفع تحط السته زي ما هي؟ لا. ولا لازم تضرب السته في اثنين؟ عشان يديك كسر يساوي ايه؟ كسر. فطالما المقام هنا اتغير يبقى البسط يتغير بنفس الايه؟ الطريقه.
لو المقام اتغير بالضرب يبقى البسط يتغير بالايه؟ بالضرب في نفس العدد. لو المقام اتغير بالقسمة على عدد يبقى البسط يتغير بالقسمة برضه على نفس العدد. هنا بقى عشان اجيب البسط لها طريقتين برضه. لا ايه؟ طريقتين. خلي بالك معايا في الطريقة الأولى. وهم أنا شايف المقام الأولاني ده. ركز معايا المقام اللي فوق ده. إيه اللي حصل له عشان يديني المقام الجديد؟ هلاحظ ان هو دايما يتضرب. دايما ايه؟ في توحيد المقامات هلاقي المقام القديم دايما يتضرب عشان يديني المقام الايه؟ الجديد. اه. فيبقى هضرب. يبقى ايه؟ هلاحظ دايما كده. الواحد اتضرب في كام عشان يديني ستة؟ ستة. يبقى السبعة دي هي اللي هيحصل لها؟ سبعة في ستة بكام؟ 42. عرفنا جبنا البص ازاي؟ اه. طب مين اللي جاب لي البص ده بقى؟ احمد؟ شوف المقام القديم ده ايه اتضرب في كام عشان يديني المقام الجديد؟ اتضرب في 2. اتضرب في 2 يبقى اعمل ايه؟ يبقى على طول اطلع فوق اضرب في 2. 5 في 2 10. جبنا البسط ولا ما جبناش؟ اهو المقام بيتغير البسط يتغير بنفس الطريق بنفس الايه؟ يوسف انت المقام 2 اتضرب في 3 عشان يديني المقام الجديد ايه؟ 6. يبقى البسط ده اللي هيحصل له؟ اضربه برضه في 3. 5 في 3 بكام؟ 15. ما احنا اتفقنا ان هي لها طريقتين. دي طريقه منهم. خلاص كده؟ الطريقه الثانيه بقى اجيب البسط ازاي؟ ها؟ قول يا محمد يا راجل. ايوه. باخد اهو المقام القديم على المقام القديم المقام الجديد على المقام القديم والناتج اللي يطلع ضربه في الباص. المقام الجديد 6 على المقام القديم ايه؟ 1. 6 على 1 كام؟ 6. 6 بقى 7 42. 42. المقام الجديد على المقام القديم والناتج اللي يطلع ضربه في الباص يبقى 6 على 3 2 في 5 10. 6 على 2 3 في 5 5. الطريقة اللي تعجبك اعمل دي معايا بس تعمل بطريقة واحدة عشان ما يجيش واحد يعملها بالطريقتين ويقوم مدخلها الطريقتين في ايه؟ في بعض يقوم غلطان فيهم الاثنين. كده خلصنا المسألة؟ كده خلصت المسألة يا قاضي؟ ها؟ كده سبعة ولا السلام عليكم؟ لا. أمال إيه يا قاضي؟ أجيب النسبة إزاي؟ بعد ما وحدنا المقامات كده وتعبنا في الايه؟ في النسبة عشان اوحد المقامات. انا بوحدها ليه اصلا كده؟ مش عشان اخلص من الخصول واخليها على الصحيحة؟ طب اخلص منها ازاي؟ مصطفى هضرب في 6. يبقى انا وحدت المقامات عشان اضرب في المقام ده. ليه؟ انا لما اخد 42 على 6 واضرب في الايه؟ في المقام 6، مش ال 6 اضرب مع 6؟ يفضل 42 عدد صحيح. لما اخد 10 على 6 واضربها في المقام 6، مش ال 6 اضرب مع 6 تفضل 10؟ لما اخد 15 على 6 واضرب في 6، مش ال 6 اضرب مع 6 تفضل 15؟ يبقى انا بوحد المقامات عشان كده. عشان اقوم ضارب في المقام اللي عندي اللي هو 6. لما اضرب في المقام اللي عندي ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هتحتاج؟ المقامات دي كلها هيحصل لها ايه؟ كتير. يفضل لي مين بقى؟ البص. انا اسال البص 42 الى ايه؟ 10 الى كام؟ 15. وابدا ابص اقسم على كام؟ مش عارف اجرب اول حاجه على مين؟ على 2. ال 15 تقبل اسم على 2؟ ده يقبل وده ما يقبلش الاسم. اسف ده يقبل اسم وده يقبل ايه؟ اسم. لكن 15 يبقى ما مش هينفع اقسم على 2، اقسم على 3. 42 اجمع ارقام 2 و4 تقبل الاسم على الايه؟ على 3. لكن 10 تقبل الاسم على 3؟ لا. او مجرب على مين؟ على العدد الاول اللي بعد 5. 42 احد 2 تقبل الاسم على 5؟ لا. او مجرب على مين؟ على 7. ال 42 تقبل على 7، لكن 10 تقبل الاسم على 7؟ لا. او مجرب على مين؟ على 11. 11 عدى 2 ال 10 بقى ده ابسط ايه؟ واحد تاني ممكن يحلل ال 42 يحلل ال 10 ويحلل ال 15 يجيب عوامل ده وعوامل ده وعوامل ايه؟ ده وشوف هيلاقي ما فيش عامل مشترك ما بينهم الثلاثه
يبقى دي ابسط ايه. طب لو لقى عامل مشترك يقسم ايه؟ يقسم ايه؟ ما هوش عارف يجيب حته العامل المشترك يجرب يقسم على الاعداد الاوليه عدد بعدد بالترتيب زي ما عملنا دلوقتي. في مشكله في الكلام ده؟